بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستطابة. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة الأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بعثه ربه بالرحمة والهدى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومنكم لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستطابة. هذا الباب في أحكام أو في آداب قضاء الحاجة، ولهذا اختلفت الترجمات عند العلماء، فبعضهم قال باب الاستطابة، وبعضهم قال باب آداب التخلي، وبعضهم قال باب آداب الخلاء، وبعضهم قال باب آداب التبرز، وبعضهم قال باب آداب قضاء الحاجة، وكلها صحيحة وكلها لها مناسبتها. الاستطابة من قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يطيب أحدكم بيمينه. وسميت استطابة أو طيب لأن الإنسان بعد قضاء حاجته يكون في حال طيب وفي حال نظيف وفي حال يعني في نظافة ونزاهة، قد استطاب وأزال القدر عن نفسه. والتخلي من الخلاء، والخلاء بالهمز هو البرية الصحراء خلاء، ولأن عادة كان في القديم قبل أن تتخذ الكنف كانوا يذهبون إلى الخلاء بعيدا حتى يقضوا حاجاتهم، أو الخلاء بدون همز من الخلوة، يعني الإنسان عادة إذا قضى حاجته فإنه يخلو بنفسه، وأيضا المكان الكنيف أيضا محل خلوة، فسمى تخلي لأنه يخلو بنفسه. والتبرز أيضا من البراز، وهو أيضا الصحراء، الإنسان يذهب للبعيد بعيدا ويبعد عن الناس من أجل قضاء حاجته، وأيضا قضاء الحاجة طبعا، وهذا من الأدب، لا يصرح به، يقال حاجة، بينما هو معروف أنه من أجل التبرز والتقوط، لكنهم لا يصرح به، ولهذا قال: أو جاء أحد منكم من الغائط، كما سوف يأتي معنا في معنى الغائط والتغوط. فمقصود أن هنا قال اختار الشيخ هذه ترجمة: باب الاستطابة، يعني الطلب الطيب، الألف والسين والتاء للطلب كما مر معنا، مثل الاستنجاء والاستجمار، الاستغفار، الاستهداء إلى آخره، الاستثمار. فالألف والسين والتاء للطلب، استطابة هنا، وقد تكون زائدة الإطابة، لكن استطابة طلب الطيب أو إطابة بمعنى حصول الطيب بعد إزالة
القدر. قال باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، وكما قلنا الخلاء هو موضع قضاء الحاجة، يعني الكنيف، يعني يسمى الكنيف ويسمى الحش ويسمى المرفق ويسمى المرحاض، والمتأخرون أيضا يقول حمام، وإن كان الحمام يطلق على محل الاغتسال، الحمامات في القديم هي محل اغتسال، يكون فيها ماء ساخن، فيها ماء ساخن وفيها نوع من الاستشفاء، لكن المتأخرين أصبحوا يطلقون الحمام على مكان قضاء الحاجة. على كل هذه مصطلحات، والشأن في المصطلحات أنها واسعة ولا 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 تحجير فيها، وما ولهذا قاعدة العلماء لا لا لا, لا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى. فيسمى الكنيف كما قلنا، ويسمى المرحاض، ويسمى المرفق، ويسمى الحش، وقلنا أيضا أصبح يسمى كذلك الحمام، ويسمى أيضا بيت قضاء الحاجة، بعض يسمى بيت الراحة، وهي أسماء على كل حال، ولا شك أنها أسماء مؤدبة، أسماء مؤدبة بمعنى أنها لا يصرح بالغائط أو البراز الخارج، ما يصح به، فهذا من الأدب ولا شك. فقال إذا دخل الخلاء وهو موضع قضاء الحاجة، وقلنا إن الخلاء من إذا كان بالهمز فهو الصحراء، سمي طبعا سمي الشيء باسم مكانه، باسم مكانه، وإذا كان بدون همز فهو من الخلوة، والإنسان معلوم أنه حين قضى الحاجة فإنه يخلو وينفرد. إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث، هذا دعاء. وأولا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاله بصوت مسموع، لأن أنس هو معروف أنه هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، خدمه 10 سنين، وكان يعني ملازم، وكان ملازما له في سفره وفي حله وترحاله، فنقل هذه فقال إذا دخل الخلاء بمعنى إذا أراد دخول الخلاء، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وإذا قرأت القرآن بمعنى إذا أردت، ما يمثل الاستعاذة بعد القراءة، بمعنى الاستعاذة معلوم أنها قبل، بمعنى إذا أردت القراءة فاستعذ بالله، وهنا إذا أردت الدخول فأتي بهذا الذكر، لأن أصلا أن بيت قضاء الحاجة لا يذكر فيه اسم الله، وأنت داخل الحق لا 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 تذكر اسم الله عز وجل، إنما قبل الدخول يقول هذا الدعاء إذا دخل، يعني إذا أراد الدخول، إذا دخل خلاء إذا أراد دخول، إلا إذا كان في الصحراء، معلومة إذا الصحراء ما فيه مكان خاص، فلما أن يقولها أثناء يعني وهو يهم بقضاء حاجته، لأنه ليس في مكان قضاء حاجته، وإنه مكان بارز لكنهم مبتعد عن الناس، فقد يكون إذا كان مكان صحراء أو مكان منفرد وبعيد وليس بيت قضاء حاجة، فقد يكون القول عند يعني قبيل ابتداء قضاء الحاجة، لأنه ليس في دورة مياه. أيضا من السنة المعاصرة دورة مياه، أيضا من السنة المعاصرة الحمام والحشر ودورة المياه. إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك استعادة، وقيل إن أيضا أنها محل الشياطين، الحش والحشوش هي أماكن للشياطين والجن، ولهذا الإنسان يستعيذ بها، أو مكان القدر والشر، لأن الخبث بضم الباء جمع خبيث، خبث مفرده خبيث، وخبائث مفردها خبيثة، ولهذا قال الشيخ الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. وأيضا ضبط بالخبث وبإسكان الباء
الكبر معناه الشر، الخبث الشر، والخبائث أهل الشر. فاستعان من الشر وأهله. وهذا لا شك طبعا أنه يعني من الأدب، وينبغي الإنسان أن يلازمه إذا أراد يدخل دورة المياه قبل الدخول، وهو يدخل يقول اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفيتك بعض الروايات ومن رجس النجس الشيطان الرجيم. وسوف يأتي معنا أنه إذا انتهى قال الحمد لله الذي ليس في الصحيحين الحمد لله الذي ورد الذي أذهب عني أذى وعافاني. ولا شك يا إخواني طبعا، وهذا ينبغي أن الإنسان دائما يتذكر نعم الله عليه. وطبعا المعلوم أنك لن تحصي نعم الله، ونعم الله لا تحصي، لكن من أظهر مظاهر النعم حينما تتأمل هو. ولهذا جاء بعض أهل الأدب والوعظ والذكر جزاهم الله خيرا يقول إياكم أن تألفوا النعم، احذر أن تألف النعمة. ما معنى أن تألف النعمة؟ يعني يكون فيك غفلة ترفل في نعم الله وأنت لم تتنبه. متى تتنبه؟ نسأل الله السلامة. تتنبه حينما تفقدها. إياك أن يعني فعلا تغفل عن النعمة أو أن تألف النعمة، لأن الإلف ينسي، الإلف ينسي. لكن إذا أعانك الله عز وجل وكنت من الذاكرين وتأتي بالأذكار في مناسباتها، هذا يعيدك لا تكون الغافلين. ولهذا ولا تكن من الغافل، لأن الذي يذكر الله غير غافل، والذي غير غافل يصير يستعرض كل نعم الله. من أعظم نعم الله عليك أكل الطعام وإخراجه، هذه لا تعرف فضلها أبدا 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 إلا حينما إما تفقدها أو تمرض أو تبتلى ببرض في بلعومك أو في حلقك أو في حنجرتك أو في معدتك أو في مخرجك، أعوذ بالله. تعرف الله نعم الإنسان إذا جاب وسير فقط، لا 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 يكاد يعني يعيش من الألم، ويعيش من الهم حين إذا أراد يذهب إلى دورة المياه. يعرف النعم، لا تغفل عن النعم أبدا أبدا أبدا. لهذا يروى عن نوح عليه السلام أنه كان يقول إذا خرج من أو قضى حاجته يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه. أعوذ بالله، بقطع النظر عن ثبوتها، لكنها معنى صحيح. ولعن نوح عليه السلام يروى هذا عنه، نوح بينه وبينه آلاف السنين. الله الحمد لله الذي أذاقني، يعني الطعام الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه. أبو اللذة ما في، يعني تتصور لو أنك تأكل الطعام غير لذة، مريض ما تشتهي. لذة الطعام لا يعدله لذة، وأن تجلس الطعام وتأكل تتلذذ بألوانه ورائحته وطعمه والجلوس أمامه، هذا. وهذا إخواني ترى ليس من الزهد أن لا تتلذذ أو لا تشرب لذة، ليس من الزهد، من نعمة الله أن تستلذ بالطعام. أذكركم بشيء تعرفونه في قوله صلى الله عليه وسلم في الصيام: للصائم فرحتان، فرحة متى؟ عند فطره،
لما تفطر بعد المغرب وعند المغرب مع أهلك فرحة 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 ليس عيبا، فرحة يعني دينية. والإسلام ما جاء ليحرم مشاعرنا وليجعلنا لا نتلذذ بحياتنا بطعامنا وشرابنا وبدنيانا ومع أهلنا. الأموال زينة والبنين زينة، حينما قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا ليس ذما، إنما منة، ليس ذما، إنما لا نغفل المال والبنون زينة، هذه بمعنى يمن الله عليه يعطينا منة. بل أوضح من ذلك قول الله عز وجل: والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. يمتن الله علينا بأن جعل الخيل والحمير زينة. والله لا يمتن إلا بالنعم، ولا يمتن إلا بشيء فعلا يعني نشكر الله عليه. ولقد جعلنا في السماء بروجا، ولقد جعلنا في السماء بروجا، وش بعدها؟ وزيناها لمن؟ للناظرين. حقك تستمتع بالكواكب وبالنجوم وبجمال السماء وبجمال الأرض. ما يقول إذا لا تخرى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. أنبتنا به حدائق ذات بهجة. من الذي يبتهج؟ البقر ولا الثيران ولا الفيلة ولا الأسود؟ هذا لا تستمتع. البهجة لبني آدم، أنت اللي تبتهج بالمناظر. وقال الله حتى قال في والأنعام خلق لكم في أدفون وما ولكم فيها جمال حين تريحون تسرحون. إذن الاستمتاع ليس عيبا وليس مذموما، بل 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 مطلوب، وخاصة إذا 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 استشعرت فيه نعم الله عز وجل. نعم الله عليك أن جعلك تدرك حسة الجمال، ونعم الله أن جعلك تتلذذ بالطعام وتتلذذ بالشراب. فاللذة بالطعام لا يدل لذة، وليس هذا من الزهد ولا من الورع، أن 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 يعني تشعر بلذة الطعام وتحبها، لكنك لأنك مؤمن تشكر الله عليها. تشكر أولا تشكر على النعمة، وتشكر الله أن جعلك تستمتع بالنعمة. لو كنت مريض ما استمتعت، لو كنت مهموم ما استمتعت، لو كان ما استمتعت. ما يستمتع الإنسان إلا إذا كان على هدوء بال. الحمد لله الذي أذاقني لذته، نعمة معناته أنك بكامل الصحة، فمك سليم، مريئك سليم، معدتك سليمة. ما بعض الناس إذا أكل على طول أصاب حرقان في معدته أو التهاب في المعدة، صلى الله عليه وسلم. لا يأكل يعني فعلا يأكل ليقيم نفسه، وبينما هو لا يطيق، لأنه يعلم إذا شرب أو أكل ثارت عليه معدته. فإذا اعرف نعمة الله عز وجل عليك. لا 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 تألفوا النعم يا اخواني، لا تألفوها، دائما استذكروها. نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة القوة، نعمة النوم، نعمة اليقظة، نعمة الذهاب والمجيء، نعمة الحركة، نعم لا تنتهي ولا لذ منها. ولهذا انظروا الى من دونكم من تزدر نعمة الله عليكم. شوفوا المعاقين، شوفوا اصحاب العاهات، شوفوا المرضى في المساجد، شوفوا اصحاب القبور، حتى نعرف النعم. لا تألفوا النعم. الحمد لله وأبقى في منفعته، بمعنى أجهزتك عاملة والله الحمد، تمتص وتستفيد وستفيد بدنك، المنفعة بقيت. وأخرج مني أذى. لو بقيك فيك يزود ساعة ساعتين وحتى يوم تسممت أذى الزائد، أذى سواء في البول أو في الغائط. ولذا تعرفون أحيانًا يقول تسمم إذا بقي البول في وحصل الإنسان يعني وتأخر ما تبول أو أصابه عائق،
لابد أن يبادر في إخراجها ولا تسمم ويموت. إذن هو أذى. وحتى تعرف الإنسان لا يملك نفسه شيئا، ما تملك، تتلذذ وتأكل، لكن من الذي يخرجه؟ الله الذي يخرجه. ألا تشكر الله على نعمة الإخراج؟ أنت تبت أن يعني كما يقال آلي، خروجه آلي، في 24 ساعة تخرج. هل يعني لو حصل ما يعيق، أو حصل مرض، أو حصل أشياء، لو وجدت الأذى والألم وذهبت للأطباء والمستشفيات إلى آخره. فإذا يعني ينبغي الإنسان أن لا يألف النعم، وأن يكون دائما. ولهذا العبد إذا ألهمه الله الذكر ما يكون الغافلين، دائما يذكر الله كثيرا. وإذا ذكرتم الله الذكر يذكركم بالنعم الكثيرة، في الصلوات، في الصدقات، في القيام، في القعود، في النوم، في الخروج، في الدخول إلى آخر. اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث، يعني تستعيذ من ذكران الشياطين وإناثهم، أو تستعيذ من الشر وأهله، وكل هذا أيضا وارد. الحديث الثاني عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة بغائت ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. هذا الحديث الثاني في باب في من مسائل الاستطابة. الحديث الثاني حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. أيضا هذا من الأداب، ما هو أن الإنسان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها أثناء قضاء الحاجة. لا شك طبعا لا تستقبلوا نهي، وأصف النهي أنه للتحريم، النهي أصف فيه أنه للتحريم. واختلف العلماء جدا في حكم استقبال القبلة، بعضهم قال أنه جائز باعتبار أنه جاء يعني أنه منسوخ، أن الحديث منسوخ، لأنه جاء عن مسلم قال أرون المقاعد فجعل مقعده إلى القبلة، ولكن هذا لا 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 لا, لا يثبت. وأيضا قيل مكروه، لأنه كما سيأتي معنا في حديث عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة أو يستدبرها في قضاء الحاجة. وبعضهم فرق بين البنيان والصحراء، وقد يكون هذا هو أقرب الأقوال وأرجحها، وهو أنه إذا كان في البنيان لا مانع أن يستقبل القبلة، وإن كان الأولى ألا يفعل، لكن إذا كان في الصحراء لا، يضع بينه وبين القبلة شيء في الصحراء أحسن. ولذا كان ابن عمر إذا هذا يضع قد يكون ناقته أو يضع شيء أمام بينه وبين القبلة، لكن في الصحراء الأمر أوسع. قال: لا تستقبلوا إذا أتيتم الخلاء، لا فلا تستقبلوا القبلة. وطبعا معلوم أن هذا تكريم للقبلة، القبلة الله تكريم لها ألا تستقبل، وهذا من الأدب. بغائط ولا بول، الغائط طبعا معروف أنه الأصل فيه كما قال الشيخ الموضع المطمئن، الغائط الموضع المطمئن يعني المكان المنخفض. لماذا سموا الغائط، سموا ما يخرج من الإنسان غائطا؟ لأن الإنسان غالبا إذا ذهب ليقضي حاجته يذهب مكان مستتر، وغالبا المستتر هو المكان المنخفض، فيسمى غائط، اللي هي غوطة وأغواط بمعنى المكان المنخفض. فالإنسان إذا كان في صحراء أو كان أمام الناس إذا أراد أن يقضي حاجته فإنه يذهب إلى مكان منخفض ليحتجب عن الناس، ومن هنا سمي الغائط
باسم المكان أدبا طبعا. والشيخ يقول: الغائط الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه، يعني يذهبون إليه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث، يعني سموا ما يخرج من الإنسان غائطا أدبا، كراهية لذكره، لأنه يعني مستكثر أن الإنسان يصرح بما خرج منه، هذا ليس من الأدب كما هو معلوم. ولهذا من أدب العرب أنهم يسمون هذا المستقذر باسم المكان أدبا حتى لا يصرح به، يقال الغائط ويقال الحاجة، حتى الحاجة والبراز كما قلنا والتخلي كلها لا يصرحون، إنما يأتون بالاسم المقارن، التخلي من الخلوة كما قلنا، التبرز من البراز اللي هو البعد عن الناس وهكذا. فلا بغائط ولا بول ولا تستدبرها، القبلة لا تستقبل ولا تستدبر. ترجمة البخاري في صحيحه قال: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدارا ونحوه، بمعنى أن البخاري يرى أنه في داخل البنيان لا مانع من استقبالها، وفي الخارج فهو يرجح هذا رأي، وهذا كما قلنا هو أكثر قول أكثر الجماهير على هذا، وهو التفريق بين البنيان وبين خارج البنيان. ومع هذا حتى داخل البنيان إذا تمكن الإنسان أنه خاصة الحمد لله أغلب المسلمين إذا بنوا بيوتهم أو أنهم لا يجعلون المراحيض متجهة قبلة، غالبا يعني يحرفونها من الجهة الأخرى أو تميل قليلا، وهذا هو الأولى. فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. طبعا شرقوا أو غربوا هذا لمن كان بالمدينة ومن كان على سمتها من الشام واليمن، لأن قبلتهم جنوب أو شمال. فبينما الذين الشرق وغرب نقول لهم لا تشأموا ولا تيمنوا، لا 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 تذهبوا لا 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 شمال ولا يمين، بالنسبة لمن قبلتهم شرق وغرب، كشرقيين كالباكستان والخليج إلى آخره، أو الغرب كأفريقيا ومصر والمغرب، فهذه قبلتهم المصريون والمغاربة قبلتهم معلومة أنها شرق، والخليجيون والباكستانيون والإندونيسيون قبلتهم غرب، بينما الشام وتركيا قبلتهم جنوب، واليمن قبلتهم شمال وهكذا. فإذن شرقوا وغربوا هذا لمن كان في المدينة وعلى سمتها شمال وجنوب وهكذا. قال أبو أيوب، وأبو أيوب كما تعرفون أبو أيوب رضي الله عنه كان مجاهدا وما ترك الجهاد أبدا حتى مات، وكان يغزو، وحتى كان يقول انفروا خفافا وثقالا، قال نحن أنا خفيف وثقيل، وما ترك غزو حتى، ولهذا توفي رحمه الله دفن فيه على أبواب الصندنية وقبره معروف، معروف إلى الآن قبر أبي أيوب معروف هناك في تركيا، معروف على أبواب إسطنبول، والآن هو داخل إسطنبول طبعا معروف يعني ويزار، فرضي الله عنه وارضاه. حتى قال: إذا دفنت إذا مت جعلوني في أقرب نقطة عند الصندنية، لأنه يريد أن يكون، لأن الرسول كما تعرفون يقول نعم الجيش جيشها ولم يرى ميرها في الذين يفتحون القسطنطينية، فكان يريد أن يكون من هذا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض. طبعا الشام يطلق على كل تقريبا منطقة سوريا وفلسطين ولبنان وكلها يسمى الشام، و بقي حدودها من البحر إلى الفرات تقريبا أو حدود العراق، فكل هذا يسمى الشام إلى الشمال. فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض اللي هي بيوت قضاء الحاجة، قد بنيت نحو الكعبة بمعنى متجهة جنوبا، فننحرف عنها، يعني أثناء وهو جالس قضاء الحاجة يميل ينحرف عنها يمينا أو شمالا، ونستغفر الله عز وجل. قالوا: الاستغفار هذا إما لبان الكنيف لأنه أخطأ كيف يبني هكذا، وهذا بعيد إلى حد ما،
أو نفس أن الإنسان يستغفر أولا لكثرة ذنوبه، والأمر الثاني أيضا لأنه قد يعني استنكارا لهذا العمل أو نوع تبرؤ من هذا العمل، فكان يستغفر الله عز وجل أثناء يعني لوجود هذه المخالفة، لوجود هذه المخالفة، ونستغفر الله عز وجل. قال الشيخ: الغائط الموضع المطمئن من الأرض، وكانوا ينتابونه لحاجتي فكنوا به نفس هذه كراية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرحاض، كما قلنا قبل قليل، المراحيض تسمى مرحاض، تسمى بيت حاجة، وتسمى دورة مياه، وتسمى حش، وتسمى كنيف، وتسمى مرفق، وحتى إذا الفرق يسمى حمام. فكل هذه وبيت الراحة، كل هذه من الأسماء التي تسمى بها أماكن قضاء الحاجة، وهذا من الأدب أن يكنى بها ولو صرح بها، هذا من الأدب. وهو المغتسل المرحاض، مغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. نعم. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام، مستدبر الكعبة، وفي رواية مستقبلا بيت المقدس. هذا حديث عبد الله بن عمر أيضا في استقبال القبلة، من آداب التخلي أيضا أو من أحكام الاستطابة. قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة، طبعا هو أخوها، عبد الله بن عمر هو أخو حفصة طبعا، وحفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا أن يدخل بيت أخته معلوم أنه هذا، وأيضا يدل على أن الأسرة حينما تدخل أنها تأخذ راحتها نوعا ما في بيت يعني الأسرة، فكون يتنقل ومن غرفة إلى غرفة وكذا، هذا يدل على أنه يعني هذا هو الشأن في الأسر، يعني تتسامح في مثل هذا، وإن كان لا شك طبعا ينبغي الأدب حينما تكون في بيت قريبتك أختك أو بيت عمك أو إلى آخره، لا شك طبعا أنت من الأهل ولكن نوع من يعني التخفف والتسمح في الحركة في البيت، لكن ينبغي أن يكون مؤدب، لأن تختلف البيوت أو يختلف أصحاب البيوت في استقبال الأول أو الحساسية في مثل التصرفات، فإذا كانوا يعني لا يرتاحون ينبغي أن يكون مؤدب، لا داعي أن تضايقهم، ولا داعي أيضا أن تتبرم وتقول ليش أنا ما يثقون فيني، لا ما ينبغي أن تقول، لا ينبغي أن تقول هذا بيتهم وهذا بحقهم. ولهذا لو قرأت سورة النور ورأيتم يعني كيف ديننا يريد منا أن نكون على غاية الأدب في الاستئذان وعلى غاية الرعاية لمشاعر أهلنا وإخواننا، فشيء عجيب يعني. فينبغي الإنسان أن يكون مؤدب، حتى ولو كان بيت أختك، ولو كان بيت أختك أو بيت أخيك أو بيت عمك، كن مؤدب، انظر يعني فعلا مشاعرهم، إذا كانوا بعض الأقارب سهلين وسمحين، بعضهم لا، فأنت يعني انظر من حقهم يعني، أو الله هكذا جعل طباعهم، فينبغي الإنسان يكون مؤدب. لكن عبد الله لا شك أن يعرف أخته، فيقول رقيت، يعني صعد على درجة أو سلم، طبعا قد يكون له حاجة أو له غرض لا شك طبعا، لكن بالتأكيد كما قال العلماء أنه يعني غير متعمد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، غير متعمد. وبعضهم قال لا متعمد، لأن عمر بن عمر معروف بحسن حرصه على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، حريص جدا، فقد يكون متعمد لكن ما يتعمد أن يرى العورة أبدا، لكن يتعمد يشوف وين الرسول يشوف، يعني يتعمد حتى يعني يأخذ بالسنة. لكن أغلب الفقهاء قالوا لا، الشراح قالوا أنه غير متعمد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنه النبي لو أراد أن يبين الحكم لبينه، لكنه ذهب يقضي الحاجة. يقول: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي، يعني في سطح بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم
يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ولهذا بعض العلماء قال الاستدبار لا مانع، استقباله الممنوع، استقبال الكعبة ممنوع لكن استدبارها لا مانع. المقصود أن أغلب الشراح والفقهاء قالوا إنه غير مقصود، ابن عمر لم يقصد أن يتعمد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قد يكون له حاجة في السطح فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى قال رأيته على 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 لبنتين أو نحو ذلك. ف ولهذا الحافظ الفتح يقول لا بد من حمله على أنه رآه صدفة غير متعمد أو قاصد، أي أن رؤيته كانت اتفاقية. وبعضهم قال لا، لا مانع أنه إذا كان ابن عمر بطبيعة يحب التأسي كثير قد يكون تعمد، لكنه لا يتعمد أبدا، لا يمكن أن يتعمد أن يرى العورة، لا يمكن، إنما يصير الحالة، لكن لا يتعمد رؤية العورة. المقصود أن هذا استدل به من قال أن إذا كان داخل بنيان أنه يعني لا مانع من استقبال استدبارها، وإذا كان في الصحراء فليس له ذلك. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.